اسمح لي اقف معاك في النقطه دي سينيور التوبالي تحديدا، لانه حتى اذا كانت في رغبه او قدره للدوريات الخمسه الكبيره على استقطاب المواهب، انا بتكلم حتى على قدره ايطاليا على تصدير المواهب. يعني ما اعتقدش انه في جيل جه في الكرة الإيطالية ما قدم لناش نجوم سوبر ستار في أماكن كثيرة جدا في كل المراكز الحقيقة، من أول دينو زوف، بوفون في حراسة المرمى، مالديني ونيستا وفرانكو باريزي في الدفاع، أندريا بيرلو، فرانشيسكو توتي، أليساندرو ديل بييرو، فيليبو إنزاجي، لوكا توني وغيرهم، وطبعا ألتوبالي وباولو روسي هو من نفس الجيل اللي أنت يمكن لعبت معاه، نجوم على مدار أجيال مختلفة. النهاردة لما بص على منتخب إيطاليا وهو رايح يشارك في بطولة اليورو 2021، أغلبهم وجوه غير معروفة لجماهير الكرة في العالم اللي بتعشق الكرة الإيطالية والمنتخب الإيطالي. للأسف أنت على حق، جابريني، زوف، برونو كونتي، التوبيل، باولو روسي، غرازياني، البيوني، داربيتي، أورياني، للأسف أنا أؤكد لك لن ترى هذه المواهب. الكرة الإيطالية تغيرت للأسف، تم تحجيم الكرة الإيطالية وبعض النجوم ذهبوا بعيدا عن الدوري الإيطالي. كرة القدم اليوم أصبحت تلعب من أجل المال وليس من أجل الفريق ومن أجل المنتخب. لكن أقول لك من خلال البرنامج أن مانشيني لديه مجموعة كبيرة، وأقول لك انتظر إيطاليا في بطولة اليورو. اليوم أقدر أقول لك أن المنتخب الإيطالي هذه البطولة في اليورو سيقوم بعمل كبير، وأتمنى أن أحضر إلى القناة مرة أخرى معك وأكسب الرهان على منتخب إيطاليا، لأن مانشيني يقوم بعمل كبير. وأقول لك من خلال البرنامج مرة أخرى، إيطاليا عادت، إيطاليا وعادت شباب إيطاليا. القائمة المدعوة أنا متفائل بها. متوقع أن المنتخب الإيطالي بتشكيلته الحالية تحت قيادة مانشيني يوصل لغاية فين في البطولة في ظل منافسة أعتقد أنها هتكون شرسة مع منتخب زي المنتخب البلجيكي، منتخب فرنسا، منتخب ألمانيا، وأيضا المنتخب الإنجليزي، وكلهم منتخبات مرشحة. أنا أعتقد في هذا التوقيت أن إيطاليا دي مانشيني، لأن لازم نقول إيطاليا مانشيني اختاروا أفضل مجموعة من أجل بطولة الأمم الأوروبا. 23 لاعب من أفضل اللاعبين في إيطاليا حاليا تم اختيارهم من مانشيني، وقاموا بعمل مباريات كبيرة مع مختلف فرقهم. أحيي مانشيني على اختياره للقائمة النهائية التي تم إعلانها اليوم. هناك بعض اللاعبين من الانتر والبعض من اليوفي. مستر كيني بينسي، dove arriva l'Italia con Mancini? È un grande talento, un grande fenomeno che oggi è purtroppo è infortunato, non è. للأسف بعض اللاعبين لم يتم استدعائهم. مانشيني قام باستدعاء الأفضل وأكد لهم على المهمة التي تنتظرهم، أن بطولة اليورو قد تكون نقطة. Fermiamo mister, parliamo che ne pensa per quanto riguarda mister Semebe. لازم اللعيبة تلعب من أجل التيشيرت، لازم اللعيب يلعب من أجل المنتخب زي ما كنا بنلعب من قبل. طيب أنا طبعا بشكرك وتشرفت جدا بوجودك معنا، وأتمنى أن أنا أقابلك بعد انتهاء بطولة يورو 2021 وبارك لك بفوز المنتخب الإيطالي، وبشكرك على وجودك معنا، وتوعدني إذا ظهرت معنا يبقى تيشرت النادي الأهلي موجود في خلفية زي تيشرتات الإنتر. أنا شايف الإنتر وشايف إي سي ميلان وشايف البرتغال، فتيشرت النادي الأهلي يكون موجود معاك المرة اللي جاية. أشكرك، أنا أعشق الأهلي وفخر لي أن أقوم بوضع تيشيرت الأهلي بجانب هؤلاء التيشيرتات. أريد أن أهني الأهلي بفوزه بسوبر أفريقيا، وأعلم أن الأهلي فاز بالبطولة منذ يومان، والأهلي سيعبر ريال مدريد
شكرا لكم، شكرا لحضراتكم، استمر بمشاهدة الكرة المصرية. الأهلي سيفوز، بعشق أبو تريكة، حازم إمام وكل اللاعبين المصريين، كل اللي قابلتهم خلال تحليل المباريات، وكنا لهم كل احترام واحييهم من خلالك، وحظ سعيد للكرة المصرية وللنادي الأهلي، وشكرا لكم. سينيور التوبيلي، شكرا جزيلا لوجودك معنا من خلال السادسة، وإن شاء الله يتكرر لقاءنا بيك مرة تانية، ويكون شرف لينا لو جيت لمصر، يسعدنا إن احنا نستضيفك على شاشة النادي الأهلي وداخل طبعا قلعة الحمراء، قلعة النادي الأهلي.